السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. النهاردة ليلة الجمعة، يفضل الإكثار من الصلاة والسلام والتبريك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، وقراءة سورة الكهف والغسل والتطيب والإبكار لصلاة الجمعة، أثابكم الله. فيديو النهاردة، لا قبل الفيديو في نقطتين كده هقولهم بسرعة مش هعطلكم والله. أول حاجة، الناس الملحدين، الفيديو بتاع امبارح لقيت فيه تعليقات من الناس الملحدين كتير. حضرتك ملحد، اهلا وسهلا بيك، عايز تتفرج على القناة، عايز تاخد معلومة، اهلا وسهلا، تحت امرك، بس معتقداتك الشخصية لو سمحت ما تحطهاش في تعليقات. العقيدة عندنا خط احمر، عايز تستفهم عن اي حاجة عن الاسلام برضو احنا تحت امرك، من باب العلم بالشيء يعني، خدها كده ايه حب استطلاع، لكن معتقداتك الشخصية لو سمحت احتفظ بيها لنفسك. لقيت امبارح كام تعليق كده من ناس موحدين عملتهم حظ من القناة، ادي نقطة. تاني نقطة، الناس اللي بتخش تبصبص وتعاكس وعايزة تشقط، يعني ما لهمش مجال هنا خالص. الدياسة ما عندناش دياسة خالص، ما عندناش دياسة نهائي، الدياسة ممنوعة. لقيت واحد من اما يلاقي واحدة ست او بنت او اي حتى اكاونت حريمي مكتوب كده، يجي داخل السلام عليكم، اللي بعديها السلام عليكم، اللي بعديها مساء الخير، اللي بعديها السلام عليكم، ولا 70 واحدة ورا بعض قعدت تتبعه، يعني صعب عليا. في النهاية ريحته خالص، اديت له بلوك من القناة. فلو سمحتوا، انا ما عنديش حتة الدياسة دي، مش موجودة نهائي، مش تبعنا، هخلص عليك، فابعد بعيد عني احسن. فلو سمحتوا، مشتركين القناة كلهم محترمين، فلو نسبة 1 في المليون دخلت هيتعمل لها حظر طبعا. معلش طولت عليه. موضوع النهاردة محاربة حشرات الشعر او قتل حشرات الشعر او قتل الامل او علاج الامل. طبعا الايفرزين واللايسيد مش موجودين خالص دلوقتي، اللي هي ادوية قتل الامل. فانا جايب لحضرتك وصفة على السريع كده هقولها لك. ايتم شامبو هتغسلي بيه الشعر، هتحطيه على الشعر كده، تدلكيه فروة الراس كده وتسيبيه 10 دقايق. بعد كده تجيبي ميه اهي، ميه، كوبايه ميه وقدها بالظبط كوبايه خل، ميه وخل، تخلطيهم على بعض وتشطفي بيهم الشعر، وتفضلي مخليهم برضو 10 دقايق، وتجيبي مشط خشب صوابع واسعه، سنون واسعه، وتبتدي تنضفي الشعر مره واثنين وثلاثه. ال10 دقايق عدت خلاص تمام، هتجيبي زيت خروع، زيت تقيل، زيت خروع اهو، زيت خروع تمام اهو، هيتحط على الشعر، الشعر يتغرق بيه، وهتجيبي بونيه، بونيه اهو، بونيه، يجي حط البونيه في راس البنت اهو، بونيه اهو، البونيه ده 14 ساعة، هتفضلي حطاه على الشعر 14 ساعة. ايه الغرض من البونيه؟ بونيه مش موجود، هاتي كيس، كيس واسع، وحطيه على شعر البنت ولفيه كده بقماشة. أنا عايز الزيت ده يكتم الامل ويكتم السبان ويكتم البيض بتاع الامل، يمنع عنهم الاكسجين لمده 14 ساعه، فكده يبقى انا كده قضيت عليه، موته. وكرر القصه تاني، اغسل بشامبو ايتم وبعدين ميه وخل، ميه وخل، مقادير متساويه، وبعدين انضف بالمشط الواسع. الموضوع ده اكرره يوميا، هيقضي تماما على الامل والسبان والبيض وكله، لان الامل ده بيجي عدوى من المدارس، بينتقل الشعر، بيتحط على الشعر بينتقل، فالموضوع ده منتشر في المدارس، في المدارس. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على رسول الله، بالذات النهارده الجمعه، لان صلاتكم معروضه عليه. السلام عليكم.